17 دقيقة. ليه كواليس حامية كواليس حامية كواليس حامية يا حاتم يا حاتم يا حاتم يا حاتم ما خليتكمش هكا ما خليتكمش هكا اش فما صار نحب نفهم لقحتوا هكا ما الجينيريك نتاعك يهزي يا سيدات المستمعات والسادة المستمعين ما نحكيكمش على جو في الأوف وفي الكوليس أغزمو عنا مخرج شاطر جدا ديما ينقذنا في الموقف في آخر لحظة يصفي ما عنديش كل شيء مخرج يستنينا حتى الموقف يا حبيب خلصوا يلا كلام جدا مهم أما مانيش فاهمين واش يقصد بالضبط وتنحاولوا من خلال تحاليلكم انتم تقولوا لي شنو فهمتوا من كلامه. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوني أكد البارح أنه تونس قادرة على حل أزمتها الداخلية وحدها ويقول أنه الجزائر ماهيش باش تقبل أن تمارس جهات خارجية ضغوط على السلطات التونسية وأنه قيس صغايد أبلغ أمور ما ينجمش يكشف عليها. سمعنا خليله ما نجمش يكشف عليهم. الجزائري كفرد ولا كوطن ما نحبوش لي تدخل لنا في مشاكل داخلية. ما نقدرش أنا ندخل في مشاكل داخلية نتاع شقيق تونس. ثانيا يد المساعدة ممدودة شقيقة تونس في السراء وفي الضراء وإحنا مع تونس في السراء وفي الضراء وتونس تحل مشاكلها بنفسها وقادرة تحل مشاكلها بنفسها بدون ضغط ما يضغط عليها حتى واحد وإحنا ما نقبلوش باش يضغطوا عليها الناس مهما كانوا. سيبوا حل بيناتهم وما ماشي الحل ويكون في حل بالنسبة للأمور الداخلية تاعهم ولكن تبقى أمور داخلية. الشيء الأزمة اللي عرفتها تونس ربما في لأن اختارت نظام ما يتمشاش مع التكوين تاع العالم الثالث بصفة عامة وهذه ولكن تبقى أمور داخلية. أنا ما نبوحش بالشيء اللي قاله لي أخويا قيس وما نفرض عليه حتى شيء وهو بلغني شيء أمور الله يكون معاه والله يكون مع تونس وإحنا مع تونس في كل أحوال ما نضغط عليهم ما قادرين يان جيني تونيزيان سون كاباب دو تروفي دي سوليسيون بعضهم بعض به. إذا كان باش نحاولوا أنا عجبني كلامه إذا كان باش نحاولوا نفهموا أنا باش ناخذ كلمة رمز قالها وأنتم ما حلوا قولوا لي شنو اللي فهمتوا منها. يحكي عدم قبول الجزائر هو شخصيا لضغوطات على تونس يحكي على أنه قد تكون سبب الأزمة اللي نعيشوها طبيعة النظام السياسي اللي لا يتماشى مع دول العالم الثالث. يقول اللي أهم من هذايا بخلاف اللي يقول يد الجزائر ويد المساعدة ديما باش تبقى ممدودة في تونس في السراء وفي الضراء في البيع وراه في الخايب مش باش نخليو تونس. لكن يحكي زادا يقول راه قيس سعيد بلغني وخبرني بأمور ما نجمش نقولها علنا لكننا لا نتدخل في شؤون تونس الداخلية. شنجم تكون الحوايج هذايا؟ أنا نتصور معناها يمكن الضغوطات الدولية دولية كما مثلا فما مكالمات جات من دول اللي هي تساند وفيرتمون الحزام السياسي بالخصوص النهضة. نحكي على المكالمات اللي جاوا من قطر ومن أردوغان وزوز أنا جوبونس حتى هما معناها فهموا اللي كي يخرج الكم متاع الشعب ذاك ما تنجمش ما تحترموش ما تنجم ما هيش دولة ديكتاتورية معناها والتدخلات يصيروا في بلدان اللي يحكموا فيها نومنكلاتورة ديكتاتوريال عندها جيوبوليتيك ما معناها عندها حسابات. نحن اون ديموكراسي وحاجة الوحيدة نختلف فيها مع تابون ما تنجمش تقول النظام هذا ما يمشيش مع الدول العالم الثالث خاطر الديمقراطية تولا فاسون انت والمجتمع متاعك. معناها الديمقراطية الأمريكية ما هيش الديمقراطية الفرنسية والديمقراطية هاي الديمقراطية الإنجليزية وعندها ملك. معناها تنجم تقول التضارب بين الجمهوري والملكي لكن ستون فغي ديمقراسي وكل واحد في بلاسته. نحن نحب الديمقراطية كل مؤسسة في مكانها كل مؤسسة تقوم بدورها. نحن علاش ثرنا على المنظومة خاطر مجلس نواب الشعب يشرع ويرقى الحلول للشعب ويمثل الشعب يتعارك في بعض لا يمثلون لم يعد يمثلون حتى كان مثلنا في صندوق الاقتراع لم يعد يمثلنا في أرض الواقع. هي الرسالة واضحة الرسالة بديع واضحة رانا تونس في الباهي ولا في الخايب رانا معه مساج ياسر حلو الحقيقة مش غريب على الجزائر
لانه نحب ولا نكره، اللي معناه تاريخنا واحد، حضرنا واحد، ومستقبلنا واحد. تحب ولا تكره لجور للطف يا ربي كان تيح تونس باش تيح وراها الجزائر، والعكس صحيح زاد كيف كيف. وحد حد ما نجم ينفي اللي قاعد يحدث هذا الكل، والضغوطات الخارجيه اخي حاشتهم بتونس، ما انا نعرف اش باش حاشتهم، حاشتهم بجيراننا، حاشتهم بليبيا بدرجه اولى توا في مرحله، خاصه في المرحله باش تبدا نتاع مرحله البناء. وتحب ولا تكره الجزائر اللي قعدت عصية في العشر سنين هذوما على كل محاولات تدمير الدولة الجزائرية، نحبوا ولا نكروا، حاربوا الجيش، حاربوا ليتا، بدلوا النظام، عملوا حراك قعد عام وعام ونص، ونحيوا هنا الشعب الجزائري اللي وقف عام ونص في النهاية وصل لتغيير نسبي للمشهد الجزائري. لكن قاعدة الدولة قيمة الذات ويقف على ساقيها. يهمني برشا الكلام اللي قاله رئيس الجزائري، ونحترم فيه وقفته مع أخوه قيس سعيد كما قال، قال هو لأنه ربما مقتنع بحاجات قالهم له اللي احنا ممكن يخفاو علينا، ربما نعملوا قراءات في اللي قاله له، نجم يكونوا كما قال حاتم بارابور الحزام السياسي، بارابور لزالي متاعهم في الخارج، وربما تكون حاجة خاطر الشأن الداخلي لا يهمه هو الجزائر. تعرف شنو ليزاليونس هذاك اللي يهمها. ثم حاجة أخرى زادة وكابتن، خلينا نبدأ بيك في نفس السياق، نحكيو على العلاقات الدولية بخلاف الجزائر. ثم ليليزي يعمل بلاغ ايش يقول فيه، يقول اللي صارت مكالمة هاتفية بين قيس سعيد وأيضا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، وأنه قيس سعيد أكد لماكرون أنه بش يكشف قريبا على خريطة الطريق للفترة المقبلة، وأنه بش يواصل إلى الشرعية الشعبية ما تستحقه من مكانة وأهمية. وماكرون en contrepartie زادة يأكد لسعيد دعم فرنسا لتونس في مواجهة التحديات الاقتصادية. بلاغ نلقاوه على صفحة رسمية للليزي، باغ كونتر ما نلقاوهش على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. شو معناها هذه؟ تفهمنا فيها كوميونيكاسيون وتكلم عليها حاتم وتكلم عليها بديع، معناها مازال شويه تضلع برشا تضلع. معناها حتى البارح سمعت اللي في الفيسبوك نتاع الباج نتاعهم قد محلول وقاعد الشتم في البلدان الاصدقاء اللي عاونوا تونس، فهمتني؟ وانا علاش معناها جي ابريسي التوانسه كيفاش هزوا الرايات تاع البلدان الكل اللي عاونتنا. تبقى شو الحاجه الباهيه، انا قاعد التناقض يصير في البلاد هذه، معناها فما قله قاعده تبكي على الديمقراطيه. شو الديمقراطيه؟ ديمقراطيه على المقاس. وانا باقي نقول راهو اذا ريت، انا بكل صراحه وهذا موقفي، اذا ريت النهضه تقول لك انا باش نمنع الديمقراطيه تنحي الديمقراطيه وتحط النهضه، واذا تلقى الوطن مصلحه الوطن تنحي مصلحه الوطن وتحط النهضه. اذا كل هذا الدعم جاء من العالم، دعم سياسي مالي وكذا امور لقاح، معناها هل يدعموا انقلاب؟ ليه يا ناس فيكم راكم زلتوا في النكران؟ مش نقول لهم اخر كلمه، راهو تونس عاشت دو دات هيستوريك منعرج، الا وهو 25 جويلية و8 اوت البارح زاد اون دات ان شاء الله تتواصل ليمه هذه ان شاء الله 8 اوت خاصه للتلقيح يتواصل. يلا الاخر مازلنا ما نعرفوش خريطه الطريق. باش نحكي في حاجه، باش نبعد شويه على السياسه، سامحوني باش نبعدكم على الاخر على السياسه، مي او ميم طون على خير. البارح تونس كانت، كنا فرحانين، تونس كانت فرحانه البارح، مي باغ كونتر في مصر الدوله الشقيقه مصر لقيناها البارح حزينه جدا وفاة دليل عبد العزيز ممثلة المصرية اللي حبيناها هي وسمير غانم. سمير غانم زاد مزير كي توفى ما عندوش برشا، خلطت عليه مرته، وبيان سور هذا الكل جرت الكوفيد، جرت الكورونا على غالب. البارح توفيت وهي عمرها 61 سنة، تسمى مازلت صغيرة بالكدا، دونك الله يرحمها. وتوينز 61 وي وتوينس زاد توينس تفعلوا برشا مع الخبر، سورتو التوينس اللي عايشين غاديكا والممثلات نتاعنا غاديكا كيما دره زروق لطيف الكل كل كل. دونك الله يرحمها، بالحق عشنا طفوله محلها على مسلسلاتهم هما كمسرحيات. هو تعطوا حتى في رمضان مثلت ملوك القدعنة، وفما اللقطه قال لك اللي بكيت المسار. وما نحب نحكي هنا على قصه حب استثنائيه بين الديو هذي اللي تحب ولا تكره، انجح كوبل في تاريخ السينما والدراما المصريه، لانه تعودنا فما شويكار وفؤاد المهندس ايضا. اما هذه اكثر، علاش؟ خاطر فارق السن اللي بيناتهم 23 سنه يظهر ولا اكثر شويه، وان بلوس قعدوا يعرضوا حتى علاقتهم جات صدفه، لانه سمير غانم يظهر يعرس مرتين قبل ما ياخذها هي، واربع سنين قعدوا يعرضوا مع بعضهم في مسرحيه، قال لك يتقابلوا صدفه يتبادلوا هكا عبارات صغيره، لكن بعد اربع سنين
معناه الكود فودر هذاك اللي بدا هكا صغيرون بعد كبر ولا يعشق ولا تعشر تاع عمر وزوز بنيات ثمرة الحب. انا تعرف شنو 28 دقيقه يلا خاطر ممراه كي تخلط على رجلها بعد 3 شهور تعرف شنو نقولوا ما صبرتش عليه تحب خلطه التعليم معناه ما طقتش فريق يلا 28 دقيقه عليا فما احلى غاديو راجعين لكم بعد لحظات ونشوفوا شنو طب الغنوشي من رئاسه الجمهوريه من 7 ل 9 نتاع الصباح IFM 69 مع ملك بكير. مرحبا بكم مرحبا بكل من التحق بنا نص ساعة كهو تبقات في عمر 69 في اليوم. قديش الوقت معكم في ساعة يتعدى إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله يا ربي بداية أسبوع موافقة للجميع وإن شاء الله فيها الخير والبركة والرزق للناس الكل. 8:32 دقيقة خلينا نبدأوا اليوم بهكا إن شاء الله تعطيوني إجابة صحيحة متحشموني شا. فاطن يا مواطن فاتن يا مواطن مع الياسير مع الياسير شو معناها الدين العام رنوش الدين العام الدين العام الدين بتاعي ومتاع راني ومتاع حالي معناها الفلوس اللي يسيرهم لك عندك عام جون بتاعي اللي هما برشا جون بتاع لا انت لا ما نتخيلش فلوس قطر بالدراهم بالدراهم عليه بوات التوسي شنو كابتن ما نعرفش عندك دين ولا ما شبه وليت فلوس قطر فلوس قطر شبه عديوك على دائرة واحد فلوس حليل خويا فلوس حليل وحاتم عندك ديون عندي ديون برشا ديون شكون ما عندوش ديون هو يسال شكون ما عندوش انت تسالهم هو يسال انا عمري ما ناخذ قروض معناها بالحق نفس الشيء ما الدوله نتاعك تاخذ في قروض انت ما تدوش اي بهملها خلينا نعطيكم الاجابه هي الفلوس اللي تقترضها الحكومه من الافراد والمؤسسات والبنوك المحليه ولا حتى الاجنبيه لمواجهه مشاكل طارئه او اهداف مختلفه وقت الإيرادات العامة للدولة ما تكفيش باش تغطي نفقاتها العامة سيخ. الدين العام يستخدم الدولة باش تمول مشاريع تنمية ولا باش تواجه النفقات الجارية العادية وإلا حتى النفقات الطارئة ويمكن يكون في شكل قروض سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة هكا خزانة فيها سربي خزانة المر أذونات بالنسبة يا أخويا غير تحل لهم الباب راهو اسكتوا توا اسكتوا بالنسبة لتونس اخر قرض سددته كل نهار كان نهار 4 أوت 2021 توا بقيمة 503 مليون دولار امريكي وحسب اخر ميزانية للدولة تونس مطالبة بتسديد 9 قروض في 2021 وقائمة دين الخارجي من المتوقع يوصل 85 مليار دينار في موافة 2021 وتحتاج تونس السنة اي 2021 لحوالي 6.5 مليار دولار قروض بناتها قروض خارجية في حدود 4.5 مليار دولار وقروض داخلية في حدود ملياري دولار يا ربي حن علينا شو عملوا بيهم الفلوس هذين يلا فاتن يا مواطن اليوم مع الياسير بيه باش نرجع لاخر خبر فيهمني ولا ما يهمنيش اللي هو رئيس مجلس نواب الشعب المجمد راشد الغنوشي يصدر على صفحته الرسميه هذا كان نهار السبت بيان ايش يقول فيه يعبر فيه على استنكاره اللي ما اعتبره اختراق جهاز الهاتف الخاص به من قبل شركه اسرائيليه وبتكليف من دوله عربيه حسب روايه موقع ميدل ايست والغنوشي ايضا بيان استنكاره في اربع في نقاط أربعة اصدر فيها دعوة لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بضرورة التحرك والتحقيق في هذه الممارسات اش قولكم في الكلام هذا انا ياسر ما يهمنيش انت مهمكش باهي ما نمشي لحاتم باهي التوقيت صح خاطر بيجاسوس ما يسمى بالافير نتاع بيجاسوس ماكرون ملك المغرب تم اتهامه من فرنسا بعديش العلاقات فما المصالح التوقيت عندنا مستشار امير الامارات جيل تونس عنا معناها نجاح حملة اللي دون اللي جايين لتونس دونك النجاحات هذوما تخلي ضعاف الحزام السابق ليكس ليزيكس متاعنا فسياسيا تموقعه
يقعد معناها ديما هو مستهدف باش يقول معناها الميساج سوبليمينال علاش يدعو رئيس جمهورية، معناها حط شوكة جديدة في ساق رئيس جمهورية، وعلاش يلمح دولة أجنبية يلمح للإمارات مش واضحة مغيرة أي أي. دونك هذاك الكل تموقع سياسي باقي، فما كما قال يحب ينكد يحب ينكد لو ديني مازالو ديني توتال معناها ديما نحن غلطوني لونفير سي لي زوتر كما قال سارتر هاك العام، نحن حطيتونا العصا في العجلة بيد حاطين لكم العصا ولا حطوا لكم العصا في العجله. تسائل لماذا يحطوا لك العصا في العجله؟ لان فما فقدان ثقه، لان الناس ما عندهاش ثقه في ازدواجيه الخطاب وباقي قاعد على نفس المنهج ازدواجيه والتكتيك. التكتيك اللي دخلنا في حياه بربي تكتك في حاجات اخرين بريفمون. شكون منكم كابتن خاطر شو هذا كله تشويش لاجهاض ال25 و8 اوت؟ انا باقي شاد في دو دات اللي هما 25 و8 اوت. معناها شو لما الإنسان ينقص الاهتمام عليه وتنقص الأضواء عليه فهي طريقة ملتوية لخلق كما برخرة قلت لخلق عدو ليس موجود ألا وهو بيغاسوس، فهمتي ولا لا أكثر ولا أقل. دونك معناها أمام ونعود نقول أمام نجاح الرئيس فودي لافيريتي، نجاح الرئيس قيس سعيد كما قلت في أول كلامي كونتور نتاع قيس سعيد قاعد يدور ويسجل في النقاط والكونتور نتاعها موقف واضح. باش نتعداو احنا، خلينا ساعة نرحبوا بمحمد زياد بن سعيد يا فهم تراند. اما ميسيلش تحضر معنا على فقرة شنو قالوا ايش قالوا. صباح النور. صباح الورد. صفا قبيلة محادثات ومناقشات ونقاشات في الكواليس حامية بينك وبين الكابتن. اي كابتن هذاك بونا والله بونا الحديد فما بونا رئيس الجزائر راه فما بونا رئيس الجزائر انت بونا وانت بونا يا ربي فضلك وربي عايشك فهمتي ولا يا سيدي مرحبا بك مرة أخرى قالي استنى هذاك سي حاتم ربي فضله وربي عايشه صديقي صديقي العزيز قال لي تحب نعيط لك عمي انت اليوم تحب تعيط يلا قدر يا كابتن قدر ربي يفضلكم يلا نمشي لاش قالوا دون سويت. اسمع انا العاده انا العاده نحكي لكم على الاسم نحكي لكم على جمله ونقول لكم شكون قال لما برجوليه المره دي مش نبدل مش نقلب انتم شنو تتصوروا قال زكريا بوغيره على حمله التلقيح نتاع البارح هاي باز ما عجبتوش بيه حاتم شنو نجم يقول هو يحب الحجر السحري وقال شكون اش بهم خرجوا العباد ومشاو يلقحوا علاش شو مخرجهم حتى كان لقحته باش تموت كابتن واش يقول لك هو تكاهن بحاجه كي البروموسبور عمل مشروع لو باقي ما يحبش يخسر في الحكايه يلا يلا زياد شنو نجم يكون باش نوصلوا للموجه العاشر يا صديقي لطيف يا لطيف اي با يقول اول مره من عام نشوف النور في اخر النفق وانا فرحان اي با زكريا بوغيره متفائله انتم كلكم غاديين انا باقي عامل هاشتاج لوطا حاجه صح الشيء مازال شاد صحيح انا التفاؤل لازمنا نخلينا حذرين هذيك التريد مارك نتاعو شكون اللي قال طالني التشويه والثلب منذ ان اطلقت الحرب ضد الفساد يوسف برافو رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب تحية تونس هو اللي قال الكلام هذايا وتحية تونس قالت تزيهم للتشويه وكل الإشاعات متاع المسدي موني عامين السفر فهم برشا حكيت متاع موني عامين السفر أي وتحت الإقامة الجبرية ما فيهم حديث على يوسف الشاهد ومشدي المسدي حتى البارح يحكيوا على مدام سماوي زوج نبيل القروي سلمى سماوي نجم نقولها قولها فما واحد قال رأيت في البرلمان كل شيء إلا الوطن ونفسي شكون تونسي برلماني تونسي رأيت في البرلمان صافي سعيد برافو عليك صديق علي توريت في البرلمان كثيرا توريت يقول في البرلمان ومتثبت في البرلمان تفهم حاجه اخر شكون قال قبل ما نتعداو لزيدون فرحانين كمكتب جامعي بعوده هلال الشابه الى النشاط نغزركم ما لازم يكون كان واحد معناها جريء حامد المغربي حامد المغربي برافو حامد المغربي سمعنا خليلو شكون يا حامد عضو انه يرجع للنشاط انه معناها النوادي انه الشبان نتاعو يرجعوا للنشاط وراه الغايه نتاعنا ما عمرها ما كانت ابدا انه يصير تشفي ولا يصير تعسف ولكن هذيك رؤيتنا وهذاك المنهج نتاعنا في فرض معناها احترام القانون الاساسي في فرض احترام شروط الترشح
هذا علاش راه نعاود نقول لك مره اخرى معناها بادره ايجابيه ومدينا يدنا ايجابيا ننتظروا انه ما يكونش الرد الثاني. بسم الله على بنتي رانيا ما عرفتوش حتى انا ما عرفتوش الناطق الرسمي الجامعة التونسية لكرة القدم رانيا رانيا تعرف كمان المغربي يلا يلا مانيش باش نحل الكابتن مش عارف على شنو نحكي وباهي يلا نتعدى مش مشكل 48 دقيقة يعرف الكابتن 48 دقيقة نمشيو لاي اف ام تراند مع زياد زيدون ايش عندنا اليوم اهلا مليك تحيه ليك وللمجموعه والشله المرحه وبوك ما تنساش ابوك العزيز هذا الكابتن ممتاز حبيبي يا سيدي البارح كان نهار سخون سخون فعلا البارح نهار حد نهار سخون في الدنيا وفي العالم الاخر مش الدنيا الاخرى نقصد العالم الرقمي بالطبيعه هو العالم الاخر هو الدنيا الاخرى كان العالم الاخر ربي يستر كان سخون ما يقلش سخانه من جميع الاتجاهات خلينا نبداو بتونس بالطبيعه تونس كان البارح تقريبا ما تحكي كان الحاجه برك التلقيح ثم التلقيح الحملة. ثم حملة التلقيح والترند كان فيسبوك قوي فيسبوك ركزوا معايا طول يستر انا جايين علاش اما علاش هاو سؤال علاش ما نجحش باش يطلع من بعده المحلي كان قوي قوي برشا ترند لكن تعد محلي في تونس وهنا تكنيكمون ديما ملي كنقولوا الترند لازم ندرسوه نشوفوا وين مشى وين صرح على قد ما صرح خارج حدود رقميا انا ما نحكيش وسائل الاعلام الكلاسيكيه رقم يكون ضرب ببساطه قلناها قبل على خاطر مشيش لتويتر مشيش لتويتر ما مشيش العالمية ما حكيش شوية انجليه ما مشيش بالعالمية وما عملش هاشتاج قوي منظم ما يمشيش للعالمية زاد فما هاشتاج اسمه اليوم الوطني للتلقيح بدأوا بعض النشطاء يستعملوا فيه على فيسبوك لكن ما نجحش بشي جيوز بضع المئات وبتالي أنا سبسكي لوكال زيد ما كنت تبارك الله توا أنت نخشين والله آخر جمعة تعبت أنا ليه عاد سامحني عاد عاملين عليك أما زيد سي لوكال سغست وطني ما هيش داخل في حملة معناها طبيعي باش ما يخرج كان جاء في الخليج ولا في مصر ياخو بعد احنا نحبوا نسكل تحكي علينا أنا نحبك اوكي باش تلقى ما تحكي بياسر وسبب اللي دي معنا ما نحكيه وكاكا وسبب اخر مهم برشا باهي يقول قايل احنا كان ما نجحش هاشتاج كيفاش ردوها عالمي كان سهل ياسر احنا تراند عباره هو كوروندو عباره كوريندي يقولوا احنا في بنزرت تاع بحر كوريندي كوريندي والهاشتاج بابور وتحوم انت بابور يعني او بالانسي سريع هاشتاج تشد فيه يسرع لك التراند بتاعك الهاشتاج كان بالعربي كان فماش باللغه العربيه وطويله مقسومه على ثلاث كلمات وتحكيوا على كاركترستيك نتاع الهاشتاج علاش لازم يكون خفيف مش كبير برشا كوفيد 19 عنده 15 مليون يا ملك 15 مليون هاشتاج كوفيد 19 على فيسبوك كان انت حطيت في تدويناتك كوفيد 19 ديما تخرج حتى كي تعمل تمبيره مثلا يعاودوا نحطوه كوفيد 19 فاكسين بالانجلي 124000 مثلا اقل ما على قد يمشي مع الفاكسان الحمل نتاعك دونك المهم الهاشتاجات هذيا بالمئات مئات الالاف والملايين على فيسبوك بكري ومش اختصاص الهاشتاج كان يمكن استغلالها او تقنيا كملنا كيفاش التوانسه تفاعلوا كان ترند كلاسيكي خلينا نقولوا ترند كلاسيكي فيه برشا تصاور فيه برشا مشاعر انتشرت فيه الصور ذات البعد الانساني مهمه برشا كيما نشوفوا حتى اي اف ام مثلا ساهمت في يعني تقنيا يعني في التراند هذايا بصور انسانيه جميله فما اخبار منوعه من برشا مواقع كيما بوابه تونس فما ناس حكيت على الرومانسيه سي حاتم والرومانسيه لهنا راهو عند التونس ديما تدخل الكوبل هذايا المسن يعني نشوفوه فما تصويره مستعمل فيها برشا الهاشتاج مستعمل فيها الهاشتاج تاع اليوم الوطني للتلقيح من شط طبيبه يدها ما طولها شو اي لا وليت يد الطبيبه ركزوا لي اسم المغرد فوزي الدعاس على شكون اللي لابسه امور تقليديه امور تقليديه زاد تري امبورطون تري امبورطون انا هاني قلت ركزوا مع الاسم هذايا ومن غير ما ندخل في تفاصيل هو شخص واحد من القيادات نتاع الحمله التفسيريه نتاع قيس سعيد اللي تقريبا سلخ وقت من الاوقات وبعد لكن 25 جويليه رجعته وقاعد يعمل في مجهود كبير على السوشيال ميديا تنرجعوا له فوزي الدعاس كبروفايل بطبيعه فما زاده بنات التوانسه ياسر ركزوا على الجانب الفني فما مزود فما طبال الى اخره واستعملوا الهاشتاج هذايا اللي كان يجم ينجح لو كان امور منظمه خلينا نقولوا هو خونا حاتم هذايا اسمه تراند افقي اوريزونتال
ماهوش عمودي، ما فيهش لجان الكترونيه، ما فيهش ذباب، ما فماش لا بنغال ولا اسيويين في اللعبه. التلقائي الشعبي عبد الله محلي. ان شاء الله المره الجايه نمشيو للعالميه، وباش نمشيو للعالميه تو لاسبانيا. اسبانيا يا بديع، اسبانيا ميسي هوانا كاتالوني المده اورفاري ميسي كلمه هوانا كاتالوني الناس الكل. دونك خلينا نقولوا دموع، دموع اون ستار، دموع نجم تلهب لي ريزو سوسيو، دموع ميسي كان دون لي دو سونس. Dans les deux sens, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais l'actrice a quand même des émotions, avec Barça ou Barça. Mais femme, je connais ça, habitu moi à Messi. Femme. Les drachines à la Messi surtout. Bien sûr, bien sûr. Quand le voit qu'il tente à le baquer, ou même quand on met Barça, Messi, tu sens. Hey, il est très fort. على كل حال انا اخصائي الفيديو من بعد خلي ورانيا تعمل له تليفون تقول له بلاي بالحق ولا كان نحكيه على فيديو انتشر، هو الفيديو نتاع ميسي البارح اللي نشوفوه ونسمعه شويه وممكن تحكموا انتم ماسكو كانت تلقائيه ولك هذا الترند كان هاشتاج ميسي. هاشتاج هي كدياز بس نذكر المستمعين ساعه فما شكون قاعد يتعلم معنا في شويه تقنيات. هاشتاج هو كيما كدياز هذيك المربع تحط لصقه كلمه تولي كلمه مفتاحيه على الانترنت ديما. فما مثل على الهاشتاج تونسي معروف مخص الهاشتاج كان ماكله الحلو. اقوى جمهور، اقوى جمهور، جمهور نيميريك. اتون جوه جمهور نيميريك راهو هذا. وي عندنا موضوع كبير فيه الهاشتاج ذا غردوا به اكثر من 4 ملايين. دونك ميسي 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 أسئلة كبيرة، وين ماشي، وين جاي، شنو مستقبل برشلونة بعده. هذا هو التراند كان بصفة عامة، لكن التراند هذا يا خونا حاتم كي يلقفوه ناس صحفيين كبار وخلينا نقول مؤثرين يعني رانيا على 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 تويتر كيما رانيا في تونس. مش تويتر لا انا قلت لك تويتر مش برازار انستغرام تونجيو فابريسيو رومانو اللي هو طلياني يعني اعلامي رياضي عنده 4 ملايين. اي اما الى باسي غراس الهيستوار نتاع ميسي دو 3 ما نعرفش 3-4-3-5 حتى الكات خاطر لي زانفو اكسكلوزيف الكل قاعده تهبط عنده. اي حاجه خارقه. انا نقول الناس تبعوا لو يحكيش كان بالطلياني يحكي بالانجليزي يحكي بالفرنسي يحكي باللغات الكل فهمتني. دونك هو غرد تغريدات خاصه وخلينا نقولوا سماها بطريقته وهو قال صوره العام. ميسي يبكي هي صوره العام، هي صورة العام، وقال يوم تاريخي وغردوا معاه برشا ناس حتى العرب زاد غردوا بميسي بالعربي وميسي بالانجلي وودعوا ميسي العرب على طريقة غرد يبتيه هو التغريد 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 العاطفي غردوا علينا 10 سنين حتى الحمد لله ما نعرفش شريتوها ولا الكاميرامان اللي يصور فيه اخذوا فوتو فيكس من بعد هبطوها. ميسي وقت اللي يبكي دموع هابطه الراجل يخدم يغرد على قاعد يبكي والله تصوير ياسر مزيانه كي لقيتها الكاميرامان يبكي يلا زيدون نواصل. اما ضحكتني حاجه على ميسي قالوا بكي بكي بعدش تفكر الشهريه اللي باش ياخذها في البي اس جي يرجع يضحك اقل راه لا ما كثر ما ياخذوا فلوس كيف فارغ سخط. فما برشا عبيد كيفاش شوكي هكا ومتقلقين بعد ما شريوا مريول ميسي شو يعملوا بيه هذاك المتقلق يولي عنده فهم يلا زيدوا اللي بعد وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك. انا عندي جمعه تو فما ترند قوي كل مره باش نحكي عليه مازال ينشر وقت اللي هو شهزنا لبنان. لبنان الشقيق كلكم يعني كلكم بالله هنا من الاخطاء الشائعه على السوشيال ميديا هي راهو فما الدول العربيه مذكره فما الدول العربيه مؤنثه. لبنان والعراق من الدول المذكره صحيح نقول لبنان الشقيق مش علاش قلتوها انا تونس الشقيقه 6 دول عربيه برك مذكر الجزائر اللي هما المغرب السودان اليمن العراق العراق والاردن شو لبنان علاش يقولوا الجزائر الشقيقه الكبرى تونس الكبرى يلا خلينا نمشي وترانت. المهم لبنان يا سيدي يشهد انا اقدر انه يشهد ثوره رقميه. نعم ثوره رقميه فما تراند كبير باسم بيروت بالانجليزيه وبالعربي لكن التراند القوي يا خويا حاتم وكابتن وبديع وراني اسمه راح تتحاكموا. راح تتحاكموا وهذا التراند ضرب الجمعه اللي فاتت في الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت ان شاء الله اللي هو بيدو هاشتاج انفجار مرفأ بيروت 3 كلمات عام عنده ما تحسب حد شيء ما قدموش جمله ما قدموش فيها جمله. فما تعويضات ما تفجعكمش كلمه تعويضات خاطر التعويضات هي حق المواطن كلمه تصير فما خلطه من الدوله وفما ظلم للمواطن. ولينا نتفاجئوا الحق في التعويضات ولا في لبنان حقهم التعويضات راهو مليارات ديار دم خسروا ديارهم خرجوا للشارع ناس ماتت ناس عاهات مستديمه في وجوهها دي سيكاتريس
دونك اللبنانيين ابدعوا في تويتر. انا نحب شابوبا للبنانيين في تويتر على خاطر تمسكوا بالهاشتاج مشيو باللغة الانجليزيه للعالم يضرب وجيبوا العالم ليهم لبنان وجيبوا دعم كبير ثم ضغط كبير الآن. وعندهم دياسبورا مفرقه في العالم فهذا جرافيك مزيان تذكير بالصور البشعه يعني في شكل كاريكاتوري يعني زاد عندهم ثمار اللبنانيين زاد جميل فما زنزات فما برشا يرفعوا الحصانات زاد يحبوا زاد هما يرفعوا تصاور الشهداء الى اخره فما شويه احداث شغب صارت في بيروت زاد بيروت الجميله بيروت بيروت اللي هكا يرتاح فيها حاتم احلى مدينه رومانسيه للاسف الغازات المسيله للدموع روشي موسى ساب بلاص شنو لا مشيت انا داون تاون انا مشيت لها في الحرب الاهليه مشيت لها بقى لا حصل بحبتك في الحرب بالحق بالحق عملت ترانزيت غادي دونك خلينا نقولوا بيروت وراح تتحاكموا يعني كان صوت عالي برشا برشا صوت لبناني مشى للعالم بقوه فتحياتنا الاخوه اللبنانيين ولبنان شاي نقولوا ان شاء الله ما يدوم حال ساعة ساعة واحد حاتم خويك يشوف هم غيره ينسى هم لا ولا لا ولا 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 ما ننسى ما ننسى عليه يا زياد عليه حليت له باب عليه حليت له باب لا ننسى دعوة لزياد عملنا هاشتاج بلادي 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 كب على بوك هاشتاج بلادي وليتش كما شو اسمه فيصل قاسم في الجزيرة تحية لي عليها خليه ولا هاشتاج بونا اسكتوا توا كلكم تسكتوا زياد كلمة ليك كلمة بركة انا ما عنديش وقت نقعد نحكي لطوكيو اللي هو ترى البارحة سكر أزل ستاره مليون أولمبياد تعديت كابتن وكأنهما فاشلة ريت بلا الجمهور يعني يعني مسكينة اليابان أنا سقفت مش خاص كان وليو كيف مسكينة لا 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 في الناحية هذه يعني كانت تنتظر إما من عدت جورة صرف برشا فلوس برشا فلوس اضطرت خط ميزانية كبيرة على الأولمبياد فات للأسف كوفيد غطى عليها بعض المشاكل بعض دول غطت عليها راني 25 جويلي مرة جاية عندك ما تحكي برشا معنا وثمانية خطت وش ندخلوا الانستغرام في الترام جو جو ونعطيك يا سيدي فما القوانين جدد طلعت في السوشيال ميديا تمنع استعمل لي فيلتر فيلتر انا قول لي وين حاتم الدولة دولة تحترم برشا القانون النرويج والبيض وكان تتبع في تونس لأولاد شقاوش قولكم يتنحى الفيلتر جملة والله هو انا قهوة فيلتر قاعد في القهوة اسمع يظهر على حقيقتهم انا فديت منه الفيلتر خاطر ما عادش ناتشوغيل العبيد وليه ونتغشوا شكون هذي بربي ركزوا لي على رنوش ريتو الزين والعين لا 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 ريتو الزين والعين هذايا لا فيلتر لا مكياج لا عاملة حتى شيء لا عاملة حتى شيء في وجهها هذاك على الشيء ما هدك الباب ربي يركزنا على انستغرام رانيا لا تلقى ما نحكي هاشتاك حتى شيء يعطيك الصحة زياد كانت هذه اي اف ام تراند مع زياد اش باش نقول لكم راهي درجات الحراره في ارتفاع كبير راهو شهيلي كبير ليدغاتاسيون لازمه ردوا بالكم السخانه والحيوانات بس ادعينا بنزرت الكلنا نمشي لبيلة والله اعلم وعلموا باش تجيو معايا البنزرت الناس الكل اما هكا هاو نمشي نوع بتشلة كاملة ومعنا خليلو علي عرعود والميكلة اسمع المنيو انا قلت خويا حط هاشتاج قلت خويا انا شاهي كعبور يا زيد شنو كعبور هذاك يجي افطر في الافطر في الديسير لا ما نعرفش كعبور كعبور لا والله ما نعرف ولا ما نعرف لبلبي كسكوت لبلبي كلاسيك يلا يعطيكم الصحة حاتم رنوش مرحبا بك من جديد كابتن زياد بديع يعطيكم الصحة شكرا لعلي عرعود في الاعداد عزة برشاني في التنسيق في الاخراج خليلو بيان شور اي اف ام تي في سليم حمزة وايمان المالكي في ديجيتال شيماء ابراهيمي في السيد دليلة فرشيشي محلاكم محلى تفاعلاتكم محلاكم اللي رافقتونا اللي على مدار الساعتين لو 7 9 غدوة يرجعوا لكم بنفس التشكيلة ان شاء الله في نفس التوقيت على اي اف ام احلى راديو اكيد اذا كان عندكم ما توصلوا لنا وصلونا على صفحتنا الرسمية غدوة مش راس عام وتنجم يتولي نخدموا عاد راس العام بناني ان شاء الله كل عام والشعوب التي تحتفل ولا كل بخير وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين وردوا بالكم على رواحكم وديما تقيدوا بالاجراءات بافيت جايكم ديما ولقحوا هذا هو البلوز امبورطون يلا نهاركم زين ان شاء الله الناس الكل